السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في فلوج جديد. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم باحسن احوال. لاول مره غيتلقى بالقناه يعمل اشتراك ويفعل الجرس باش دائما توصل بجديد، وما تنسونيش باللايكات وتعليق محفزه. وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وكيف ما كتشوفوا حنا شادين الطريق اتجاهنا الى مدينه الحمراء، مدينه مراكش. حنا دابا وصلنا للمستندى، هذه هي لاغار ديال المدينه. عجبتني الدخله ديالته، قلت علاش لا نصوروا هكا نشاركوا معكم. هذه المدينه هذه بكثره ما هي زوينه، عندها واحد الالقاب متنوعه، منها كيلقبوها بالمدينه الحمراء لان مباني ديالها كلها باللون الاحمر، داكشي علاش سميت بمدينه الحمراء. وكذلك عندها اسم مدينه البهجه بفضل الاهل ديال المدينه بخفه الدم ديالهم ونشاطهم الدائم، داكشي علاش سميت بمدينه البهجه. وكذلك عاصمه النخيل لان هي معروفه بكثره الاشجار ديال النخيل اللي فيها، لذلك سميت بعاصمه النخيل. صافي، من بعد ما خدينا طاكسي توجهنا للمدينه القديمه اللي خدينا فيها رياض هكا باش نعيشوا الاجواء ديال الناس ديال مراكش هكا في المدينه القديمه. صافي، كما كتشوفوا الرياض كان فيه تزيين مغربي تقليدي 100%. الحمد لله كان اختيار موفق، عجبنا هذا الرياض بزاف. كيف ما كتشوفوا احنا بغينا نعيشوا ديك الاجواء اللي هي مغربية تقليدية. وهنا كيف ما كتشوفوا خرجنا باش نديروا واحد الجوله في المدينه القديمه. تمشينا في الازقه اللي هي جميله وتقربنا للناس، الناس المراكشيين. وبقينا هكا كندورو في الدروب ديالها الضيقه، سحرتنا بجمالها اللي ما سخيناش نخرجوا منها. صافي، من بعد ما غادي ندورو في هاد المدينه هذه غادي نتاجو الى جامع دلفنا هكا باش غادي نتلاقاو بواحد لاجونس غادي تدينا نديرو الكواد. المهم انتم معايا، غادي نشارك معكم كل شيء. هذا هو جامع الفنا، بنهار كيكون خاوي في الليل عاد كيعمر. وهنا كيف ما كتشوفوا هادو هما الكوتشيات، تقدروا تكريوهم يديروا بكم هكا جوله او لا يوصلوكم المكان اللي بغيتوا تمشيو ليه. صافي، هنا تلاقينا بالناس اللي غادي يديونا
بصحاب لاجونس غاديين يديونا باش نديرو هكا الكواد. بالنسبه للترونسبور كي يديوك وكي يجيبوك يرجعوك فين كاين انت صافي. كذلك كيكون داخل فيها الكواد ديري فيه ساعتين مده ساعتين، وكذلك كديروا جوله على الجمال. وهكا لخديتو الا مشيتو في الصباح كيكون الفطور حتى هو داخل معاه. حنا بالنسبه لينا مشينا حتى تقريبا 3 هكا، كانت الفتره ديال الشاي يعني كيقدموا لكم الشاي مع الرغايف. صافي هنا اول حاجه ملي وصلنا عطاونا هكا لي كاسك وشرحوا لينا كيفاش نستعملوا هكا الكواد وكيفاش نسوقوه، ولاول مره ما لاول مره غيسوق الكواد كذلك كيشرح ليه بشويه حتى كيفهم. وبالنسبه للفتره اللي تمشوا فيها من احسن تمشوا في الصباح كيكون الجو شويه باقي بارد، وكذلك من مورا الربعة او الخمسة. احنا بالنسبه لينا مشينا مع تقريبا مع جوج او ثلاثة، كانت الحراره كانت الشمس كانت صهد بزاف، ولكن الحمد لله داز على العموم، داز كل شيء مزيان، كل شيء داز زوين. استمتعنا بدلنا هكا الاجواء، لعبنا ضحكنا، الحمد لله داز كل شيء زوين. وهنا غنخليكم مع تتمه الفيديو، تشوفوا تكتشفوا هاد الاجواء ديال الكواد. وكيف ما قلت لكم هنا حاولت نعطيكم بعض المعلومات لو هي بسيطه على الكواد هكا باش تاخذوا معلومات وما توقعوش في الخطا اللي درنا حنايا ديال الوقت ديال الكواد. كيف ما قلت لكم من احسن سيروا في الصباح او لا في المساء ديال النهار هكا كيكون الجو بارد. صافي كيف ما قلت لكم غنخليكم هنا تستمتعوا بالفيديو وتكتشفوا الاجواء ديال الكواد، ونتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساونيش باللايكات والتعاليق محفزه، ولاول مره غيشوف القناه يفعل الاشتراك ويعمل جرس باش دائما توصل جديد. والى اللقاء الفيديو جديد تتم ديال هاد الفيديو هذا اللي في مدينه مراكش هكا، تشوفوا اجواء اخرين وتعرفوا لحوايج اخرى ان شاء الله. والى اللقاء فيديو جديد.